قصر القصة أنا أجريت عملية قلب مفتوح. نعم. وبعد أن ثاني يوم فقت من العملية وكانت الخياطة قد تمت وكل شيء، جاء الأطباء لجرة العادة المتفقدون المرضى في العناية المركزة. نعم. وكان هذا اللي توي قد استيقظت من البنج يعني بعد 24 ساعة من العملية. الممرض المسؤول عنه لاحظ قضية شيء في الدم فأخبر به الطبيب الذي ينيب، فالطبيب سأل طبيبا آخر والطبيب الآخر سأل طبيبا ثالثا حتى اجتمع قرابة 14 شخصا من الأطباء والمسؤولين عن قضية المرضى بما فيهم حتى إنهم وحلوا يعني أسقط في أيديهم ماذا يفعلوا كل ذلك وأنا لا أدري، يعني أنا أرى الوجوه تغيرت والوجوه خائفة والأجهزة خلف رأسي يعني خلف السرير وتعطي إشارات غير طيبة لكني أنا لا أراها لكني أرى في وجوههم. فاستدعوا الدكتور آدم وهو دكتور سوداني موفق أن يأتي ليرى، فلما رأى هو طبيا قرأها بطريقته فظهر في دم متجمد على متجمع على القلب بعد العملية، فقال لي بالحرف الواحد والله يا شخص صالح نحن نستأذنك في أننا نعيدك إلى غرفة العمليات لفتح القلب مرة أخرى، في دم يراد لابد أن يخرج متجمع. طبعا هذا الأمر يعني نزل عليك الصاعقة، لكن وقتها هداني يعني يتكلم بوضوح في المرة الأولى كان الذي أمل أن عملية تنجو، لكن الآن بدأت يعني يدخلني خوف، فقلت خليني أقطعها بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشرت برأسي أني موافق يعني. فهو أوكل إليهم فك الأجهزة الموجودة فأنا مركزة تمهيدا لنزولي ولبس الكمام ونزل يسبوني غرفة العمليات. في هذه اللحظة كانت هناك ممرضة لبنانية واقفة على الشمال من عندي، هداها الله قالت لي ما تعرف صالح ما أخ شيخ ما شيخ لا تعرفها، قالت يا أخ أو قالت نادتني يا صالح ما أدري، قالت اسمع صلي على النبي وهي تفرج. الله. فقلت أنا جبلة كأي إنسان نطقها الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هكذا بالضبط، والله أنا قلتها كل الدم نزل وإذا بالأجهزة تتغير فهم يرتابون ماذا حصل ماذا رجع ماذا 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 تغير الأمر، فاستدعوا الدكتور آدم مرة أخرى فصحت، فلما رآها رأى الشاشة ورأى الدم قال يا شيخ صالح ما كنا نريد أن نجزه لك ونخلصك منه خلصك الله من فوق سبع سماوات. طبعا نحن الآن ليس قضية صالح، قضية هذه المرأة التي وفقها الله